بسم الله الرحمن الرحيم. أعزتي في غصن البان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي، موضوع اليوم موضوع الكرش أو السمنة البطنية. أنتم تعرفون أنه أهم منطقة لتجميع الشحوم عند الرجال هو الجوف البطني. النساء شنو؟ للنساء الجوف البطني الله خاله بنمو جنين، لذلك خال هرمون اسمه استروجين. قال أخاف هاي تحبل، خاف هاي تحبل. زين، انت بعد لا تجيب الشحوم وتخليه بالبطن. الشحوم اذا حبلت دزة لو للأرداف لو للأفخاذ. سمنة في المرأة اما بأردافها واما في أفخاذها. بسن الياس بعد ماكو حمل ولا هم يحزنوا، بطلت خانهم قاعدة. زين، الاستروجين ايش راح يصير؟ راح يقتل. من يقل تبدي سمنة البطنية. فالنساء بسن الياس، شوف رشيقة كانت قبل، بسن الياس تقريبا كل سنة يزيد عندهم نص كيلو. سنة نص كيلو بالسنة مو شيء، لكن تحسب حساب 10 سنين راح يزيد عندها 5 كيلو داخل البطن. فالبطن هي جيدة جدا طبعا، هذا ما يحبون النساء. أنا عندي فيديو إنه إذا ما تريدين سمنة البطنية تزيد عدش شو تسوي، هم ذاكرها. زين، شنو بعد دكتور يسوي السمنة البطنية؟ الزيوت المتحولة أو الترانس اللي قلنا عليها اللي موجودة داخل الدهون النباتية جامدة تسوي سمنة بطنية، والسمنة البطنية تعتبر من أخطر أنواع السمنة. ليش؟ 3 أشياء، 3 تبسين تبدي، سكري، سكتات، وسرطان. 3 تبن سمنة البطنية تزيد، يعني هم داء السكري يزيد، هم السكتات تزيد، وهم السرطانات تزيد، مخصوصا سرطان الامعاء الغليظه تزيد في السمنه البطنيه اكثر. خب، الى لقاء قريب ان شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.